لازم بعض. كان لازم فعلا ناخد وقت شويه اكثر شويه في مناقشه موضوع شكل المسابقه. الموضوع يا يعني كان شكل المسابقه كدور واحد انقاذ لمواسم جايه يعني يا ريس، انقاذ ده الكلام اللي احنا طرحنا فيه. بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان فعلا يعني قالوا ان في طرح وبعد يومين 48 ساعه او 72 ساعه قالوا الانديه قالت انظرين رفضت، فرفضت. وده حقيقي كان لازم يبقى في مناقشه موضوعيه اكثر من كده ونوصل للشكل يعني 204 يوم المطلوب. ده عكس الكلام. عملت ايه بقى؟ يعني هو الاستاذ يعني الكل قال ايه يا استاذ سامي؟ اه قال لك مفيش تاجيلات ومفيش كذا ومفيش كذا، فصعب جدا. بعدها على طول طلع التصريح، انا جاي كان قدامي ان الاستاذ عامر حسين بيقول ان رابطه الانديه المحترفه المشرفه على قال ان في 204 يوم توقف في الدوري الجديد. دوري 204 حاجات. اه طبعا يعني يعني مناسبات ما تقدرش لا مفيش في حاجه بالظبط. كاس افريقيا، افريقيا، كاس العرب، يعني استكمال بطولات الانديه يا ريس وبطوله بطولات الانديه مشوار افريقيا، مشوار افريقيا الاربع انديه في نفس الوقت. وكاس الانديه العربيه مكمل ولا اتلغى؟ مكمل. لا كاس الانديه العربيه شغال في ان شاء الله الاتحاد غالبا، اتحاد سكندري اعتقد وسموحه، ربما يمكن سموحه. لا سموحه لسه لم يحسم، يعني لم يحسم. فطبعا الجدول مزدحم جدا، مزدحم جدا. هو ده اللي قلناه يا استاذ سامي، اللي هو كان من الاساس حضرتك. انا معاك، انا معاك في الكلام ده. وجهه نظري مع كامل احترامي انه كان رابطه الانديه مع اتحاد الكوره تبقى يد قويه تضغط على الانديه. احنا عندنا موسم استثنائي لازم اعديه بدون ضغط عشان انقذ ايه؟ وبدون ضغط انقذ الهدف بتاعي. الهدف بتاعي هو كاس العالم. موضوع كاس العالم مش التصفيات اللي احنا بنلعبها ده يا جماعه، ده الماتش بتاع شهر 3 اللي هي مباراتين ذهاب واياب، سواء ربنا يستر انت ايه تقع مع مين ما تعرفش بقى حساباتك حسب التصنيف. لكن هو الهدف انه كنت انا اتمنى انك انت تكسر الجمود ده وتطلعنا بقى بره عشان نبدا موسم مختلف السنه الجايه. اقول خلاص خدتوا نفسكم، ريحنا بقى، يلا خلاص انتهى. لكن انت في الاطار ده اعتقد ايوه. بس هو هنا معلش يا استاذ محمود وحضراتكم يا ريت تتدخلوا معايا في هذا الامر. الانديه ما وافقتش. اول حاجه ما يقدرش يعمل حاجه. هو اول حاجه هتقول لحضرتك ايه؟ هو الانديه ما وافقتش او معظم الانديه. انا ما اعرفش مين كان كابتن اسلام. ثلاث اقتراحات اللي احنا قلنا عليه. الانديه ما وافقتش غير على الشكل ده. الانديه وافقت على الشكل ده. الشكل ده على فكره مش الاهلي والزمالك والانديه بس، الانديه الصاعده او اللي عندها مشاكل. انا بتكلم على الاجنبيه. تقول لك انا العب بالشكل التقليدي. استاذ جمال هو اقتراحين، اما الدوري بشكله البلجيكي والسويسري او دوري المجموعتين او ماشي. الدوري المتعارف عليه من دورين. أيوة. الانديه طلبت ابو دورين لان الانديه ليها شركاء رعاه. اي تغيير يا جماعه في الدوري كان هيتبعه اجتماعات ما تهمش بقى الجمهور في حاجه بينهم وبين الرعاه. خفض لي نزل لي، وهو كده كده يا دوبك ساتر نفسه ماشي. بالاجزاء اللي ماشي فيها. فهو اختاره ما افهمه يعني يتحمل اختارش. بقى محدش بقى مع يا استاذ عصام محدش بعد كده يتكلم عن ارهاق ولا اجهاد. انا جاي لحضرتك بقى اهو.